صديقنا الزميل الصحفي من الجزائر عصام بن مانيا. مرحبا بك، أهلا وسهلا عصام، شنو أحوالك؟ لاباس الأخت، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الديوان التونسية هنا في الجزائر. شكرا لفضلك، تحياتي لك ولكل الأشقاء في الجزائر. هذه الجريمة التي هزت الرأي العام، ما هي أطوارها وشنو اللي صار بالضبط؟ في الحقيقة استيقظت صبيحة اليوم الأربعاء مدينة القمار التي تبعد على نحو 14 كيلومتر شمال عاصمة ولاية الوادي أو ما تعرف محليا باسم وادي شوف، التي هي ولاية الألف قبة وقبة، على وقع جريمة شنعاء قريبة من الحدود التونسية، معناتها على الحدود الجزائرية التونسية من الجنوب. نعم، اهتزت صبيحة اليوم على وقع جريمة بشعة ونكراء استنكرها الرأي العام المحلي وسكان المنطقة المحافظين، كون أن الجريمة لم يسبق لها مثيل، حيث أقدمت شقيقتان ويتعلق الأمر بالمسمات ميم ألف، والتي هي تستخدم اسم مستعار على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا على تيك توك باسم هديل لجدل، وشقيقتها ناشطتان على التيك توك قام باستدراج الشاب الضحية حليل خير الدين الذي يبلغ من العمر 27 سنة إلى مسكنهما. وهما قداش أعمارهم؟ هما الشقيقتين الأعمار متاعهم قداش؟ الشقيقتين إحداهما تبلغ من العمر 24 سنة والأخرى تبلغ من العمر حوالي 29 سنة. استدرجت الشاب خير الدين إلى مسكن تستغلانه كمؤجرتين بأحد أحياء مدينة قمار الحدودية، وربما تكون قد وقعت هناك خلافات بينهما وبين هذا الشاب، مما جعلهما وبكل برودة دم على سكب مادة حارقة على جسمه وإضرام النار فيه. يعتقد أن هذه المادة ربما قد تكون مادة البنزين سريعة الاشتعال، أو ربما مادة الديليون التي تستخدم في الطلاء والتزويق، مما سرع من عملية الالتهاب ليشتعل جسده. الناشطة على تيك توك ميم أليف أو المعروفة على تيك توك باسم هذه اللجدل كانت في مكان الحدث، فيما شقيقتها الأخرى فرت إلى وجهة مجهولة. الخبر وبمجرد انتشاره انتقلت مصالح الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بأمن دائرة قمار إلى عين المكان، أين قامت بالمعاينة المسكن أو ما يعرف بمسرح الجريمة، واتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة، حيث قامت بتوقيف الناشطة في عين المكان، فيما تم توقيف شقيقتها فيما بعد، يعني بعد ساعات من وقوع الحادثة، عندما كانت تهم بمغادرة المدينة إلى وجهة مجهولة. وهو توفي على عين المكان الضحية؟ الضحية توفي في عين المكان نتيجة الحروق الخطيرة التي أصيب بها في كامل أنحاء الجسم، وهي حروق وصفها الأطباء بأنها من الدرجة الثالثة ولا مجال له للعيش، لأن النيران أكلت كل جسمه تقريبا. هذا من جهة. الحادثة أو الجريمة النكراء استنكرها سكان المنطقة المحافظون بكثرة، وتداولوا هذه الجريمة وأطوارها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ذكر آخرون أو نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأن كل هذا كان ناتج عن الاستهتار والتسيب الذي يعرفه المجتمع من خلال الإفراط أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبينما ذهب آخرون إلى حد المطالبة بضرورة التقنين أو البحث عن سبل مجدية لطريق تأجير السكنات للغرباء، خاصة وأن الجنيتين أو المشتبه فيهما كانتا تستأجران هذا المسكن الذي تحول اليوم إلى مسرح هذه الجريمة النكرة. يعني هما ليست أصيلتا المدينة، يعني هما أصيلة المدينة ولكنهما تستأجران مسكنا في نفس المدينة، بينما الشاب خير الدين الضحية ينحدر من مدينة الوادي أو مدينة وادي يوسف البعيدة عن مدينة قمار ب 14 كيلومتر نحو الشمال. ولم المعطيات أو حسب
أي؟ نعم لم تتضح بعد أسباب الخلافات بين التحقيقات جارية على قدم وساق لمعرفة الأسباب والخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الجريمة البشعة. فيما ذكرت مصادرنا منذ لحظات أنه وأن مصالح الأمن قد تمكن من توقيف المتهمة الثانية أو المتهمة فيها الثانية التي هي شقيقة هديل، كما تم توقيف ثلاث بنات أو ثلاث فتيات أخريات مشتبه فيهما في التورط أو قد تكون لهما علاقة بهذه الجريمة، سواء من خلال استدراج هذا الشاب أو من خلال التواجد في مسرح الجريمة أثناء وقوعها. يا لطيف يا لطيف، ربي يرحمه إن شاء الله وربي يصبر عائلته. فلا اليوم سوء استخدام التيك توك أو الانستغرام أو الفيسبوك من ناس ما تعرفش تستعمل مواقع التواصل هذا، شوفوا شي نجم يجيب معناتها. اليوم من مشهورة على تيك توك تتحول إلى مجرمة وراء القضبان، متهمة بقتل شاب في مقتبل العمر. معناتها اليوم صحيح راهو تيك توك ينجم يجيب برشا فلوس، ينجم يحلك برشا بيبان متاع شهرة وغيره، لكن في لحظات نجم تتحول إلى مجرم وقت اللي أنت تسيء الاستخدام متاع الموقع هذا أو غيره من المواقع. زميلي عصام بن مانيا، شكرا لفضلك، يعطيك الصحة. شكرا ليك، تحياتي ليك ولكل الشعب. هناك إضافة فقط زميلة، تفضل. أن سكان المنطقة الذين هم معروفون بطيبتهم وكرمهم استنكروا كثيرا هذه الحادثة، بل أنهم تبرأوا حتى من الفتاتين أو من الشقيقتين لما يقومان بنشره على موقع التيك توك، وقد سبق لهم الندد بذلك من خلال تعليقاتهم، وطالبوا بضرورة وضع حد لهاتين الشقيقتين اللتين تعتبران منحرفتين في نظر المجتمع. واضح، شكرا جزيلا، يعطيك الف صحة زميلي عصام بن بانيا، صحفي من الجزائر الشقيقة. يا مصير معكم لقاء، اهلا وسهلا.